وأشير هنا بكل اعتزاز إلى المستوى الأخلاقي الرفيع الذي يتمتع به هذا الشعب في مقابل حملة التحريض والحصار الذي تلاها، وإلى جمعه بين صلابة الموقف والشهامة التي يتميز بها القطريون دائما، حيث أذهلوا العالم بحفاظهم على المستوى الراقي في مقاربة الأوضاع، على الرغم مما تعرضوا له من تحريض غير مسبوق في النبرة والمفردات والمساس بالمحرمات، وحصار غير مسبوق أيضا في العلاقات بين دولنا. بهذه الكلمات المعبرة عن سمو أخلاق الشعب القطري وشهامته وصلابة موقفه خلال الحصار، استهل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى كلمته إلى الشعب القطري، وقد تضمنت المبادئ ذاتها التي كان سموه أكدها في أول خطاب له عند تسلمه مقاليد الحكم في دولة قطر، حيث وضع سموه ومنذ اليوم الأول خارطة طريق لمستقبل قطر وشعبها وأجيالها المقبلة، بتأكيده على أهمية المحافظة على هويتها واستقلال قرارها تحت كل الظروف. نحن قوم نلتزم بمبادئنا وقيمنا، لا نعيش على هامش الحياة، ولا نمضي تائهين بلا وجهة، ولا تابعين لأحد ننتظر منه توجيها. لقد أصبح نمط السلوك المستقل هذا من المسلمات في قطر وعند من يتعامل معنا. نحن أصحاب رؤية. الهوية المكونة للمجتمع القطري المستمدة من الدين والموروث والأخلاق ومن القيم والمبادئ الراسخة ترددت في خطابات سمو الأمير المفدى إلى شعبه في أكثر من مناسبة، تأكيدا من سموه على أهمية المحافظة عليها ونقلها للأجيال القادمة. ففي الخطاب الأول لسموه أمام مجلس الشورى، أشار سموه إلى أهم ما يميز الشعب القطري، وهو التواضع وحسن الخلق والكرم ونصرة المظلوم، وشدد على أهمية نقل هذه الصفات إلى الأجيال الشابة والمقبلة حتى تحافظ على هويتها الجامعة. لقد عرف القطريين من قديم الزمان بحسن أخلاقهم وكرمهم وتواضعهم وإقلالهم الكلام وإكثارهم العمل ونصرتهم المظلوم، وأخشى أن يفوتنا أن ننقل إلى شبابنا قيمنا الأصيلة هذه، قيم العمل والتواضع وحسن الخلق ومعاملة الآخرين باحترام. فعلينا أن نحرص أن يجد الشاب معنى لحياته في هذا كله في ظروف الحضارة الاستهلاكية. سمو الأمير المفدى أكد أيضا على أن التنمية البشرية حظيت على النصيب الأكبر من الاهتمام في رؤية قطر الوطنية 2030 كأحد أهم الركائز الأساسية في تلك الرؤية، وظل المواطن القطري محور الاهتمام الرئيسي من خلال توفير أفضل مستويات التعليم التي تضمن له الرقي والتقدم وتحافظ في الوقت نفسه على هويته. سمو الأمير المفدى أكد في مناسبات مختلفة على أهمية توفير التعليم للأجيال وحرص الدولة على تحسين جودة العملية التعليمية وتحقيق أفضل المخرجات، لأن التعليم قاطرة التقدم. ويظل المواطن القطري محور اهتمامنا الرئيسي من خلال توفير أفضل مستويات التعليم التي تضمن له الرقي والتقدم، والاهتمام بصحته البدنية والنفسية، وتحافظ في الوقت نفسه على هويته ولغته العربية كمركب الرئيس في هويتنا وثقافتنا، فلا تناقض بين التطور والأصالة، وبالعكس فإن جميع شعوب العالم قد تطورت بلغتها وطورتها معها، من دون أن يمنع ذلك من تعلم اللغات الأجنبية وإتقانها كضرورة للتطور العلمي والاقتصادي والحضاري بشكل عام. ولهذا فإن الحكومة لن تألو جهدا في زيادة المخصص للإنفاق على التعليم والتطوير. مجموعة القيم التي تميز المجتمع القطري وتشكل هويته الجامعة كانت وما تزال مرتكز الدولة ومحور اهتمامها في بناء الشخصية القطرية القادرة على مواجهة تحديات العالم المفتوح والتواصل معه في آن معا. فقد بيّنت أزمة الحصار الذي تعرضت له قطر من قبل أشقائها، بيّنت معدن الشعب القطري وأصالته وسمو أخلاقه وتمسكه بالمبادئ التي تربى عليها،
رغم محاولات حثيثة لجره إلى السقوط في مستنقع الكراهية والبذاءة، بيد أن لكل أزمة درس مستفاد منها. ورغم المرارة التي أحدثتها هذه الخطوات، فإن الحكمة السائرة الأكثر انتشاراً في المجتمع القطري هذه الأيام هي رب ضارة نافعة، والتي تتوافق مع الآية الكريمة: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم.